المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإرسال، سهلها بالعناوين. جهود تقوية الكفاءة الأكاديمية في مديرية سلعة. التبرع بأكثر من 800,000 نافة لأسر الشهداء في مديريتي فورو ودكم حرم. الإريتريون في كينيا وإثيوبيا وزامبيا والكويت والنرويج يحيون ذكرى الشهداء. قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على رفح خلف عشرات القتلى. حاملة الطائرات الأمريكية تصل كوريا الجنوبية لاستعراض القوة. وعقوبات أمريكية على مسؤولين في شركة كاسبرسك الروسية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد الاجتماع الذي نظم لتقييم الخدمات الأكاديمية الحالية عن بذل جهود بناء لضمان جهود التعليم في إقليم الكشبركة. وفي الاجتماع الذي حضرهم مدراء إدارات الضواحي ومديرو المدارس وغيرهم من المعنيين، عرض مديرو مدارس مناطق ركب وحروم وطهراء وديباساتا وهمبكتا أوضاع الخدمات التعليمية في مناطقهم. وقال مدير مدارس مديرية سلعة الأستاذ محمد صالح محمد إن هناك 66 مؤسسة تعليمية تقوم بالتدريس في خيام ومباني حديثة، مشيرا إلى زيادة مشاركة الإناث بنسبة 18%، مناشدا في الوقت ذاته للدفع بعملية تجميع القرى وبذل الجهود لتحسين الكفاءات التعليمية. وقدم المشاركون اقتراحات وتوصيات بناء أهمها العمل بجدية على تقوية العلاقة الثلاثية بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب بهدف تعزيز العملية التعليمية، وكذلك تعيين معلمين مؤهلين للغة الأم، وإيجاد حلول لنقص مياه الشرب في القرى، واستبدال الخيام بمباني حديثة وبناء مدرسة داخلية. وقال رئيس مكتب التعليم في إقليم القشبركة الأستاذ محمد علي إبراهيم إن عدد الطلاب وأدائهم يتزايد بفضل الجهود المتضافرة للشركاء، وأكد أنه سيعمل للوصول إلى أعلى مستوى من خلال الحفاظ على المستوى الذي وصل إليه. وأشادت وزير العمل والرعاية الاجتماعية السيدة الأولى براب بالتنسيق والمبادرات التي يتم اتخاذها لتحسين جودة التعليم، وقالت إن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ستقدم الدعم اللازم لضمان مواصلة التعليم دون مقاطعة أي طالب مائدة التعليم نتيجة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية. تم التبرع بأكثر من 800,000 نافة لأسر الشهداء في مديريتي فورو ودكم حرب بمناسبة يوم 20 من يونيو، يوم ذكرى الشهداء. وقد تم توزيع 114,000 نافة تبرع بها موظفو الحكومة والجبهة والاتحادات الوطنية بإقليم شمال البحر الأحمر والمديرية على أسر الشهداء في مديريتي فورو. وفي حديثه في الحفل الذي أقيم يوم 19 من يونيو، شكر المدير التنفيذي للمديرية السيد فسحية قبر هواريات الموظفين، شكرهم على مبادرتهم، وقال إنه فخور بأن هذه المبادرة الجيدة أصبحت تقليدا منذ ذلك الحين. وفي الوقت نفسه قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية فورو الماشية ل35 أسرة بما في ذلك الأيتام والمعاقين وكبار السن من جميع إدارات الضواحي. ومن جهة أخرى تم توزيع 124,908 نافة تبرع بها موظفو الحكومة في مديرية دكم حري على أسر الشهداء في 18 إدارة ضحية. بالإضافة إلى ذلك تبرع سكان إدارات الضواحي بمديرية صنعفة بمبلغ 200,392 نافة لأسر الشهداء. كما قام 3 محسنين من المواطنين بتعظيم ملابس ل65 أم في ماي ورقي و9 أمهات في هدامو. وفي جنوب البحر الأحمر تبرع تنظيم الشباب العامل الذي يضم حوالي 700 عضو مسجل بمبلغ 120,000 نافة لأسر الشهداء. أحيا الإريتريون في نيروبي الكينية وأديس أبابا الإثيوبية والوساكا الزامبية والكويت والنرويج 20 من يونيو، يوم ذكرى الشهداء الأبرار، بكل فخر واعتزاز.
ولقد أحيا مكتب السفارة الإريترية والجالية الإريترية في نيروبي الكينيا ذكرى الشهداء الأطهار بمسيرة أقدام وإضاءة الشموع. وألقى السفير بين الأسهم كلمة بهذه المناسبة العظيمة، وقال القائم بأعمال رئيس الجالية السيد داويد حاغوس إن يوم 20 من يونيو هو يوم لتذكيرنا بالوفاء بأمانة شهدائنا، مشيدا بمساهمة الأعضاء الفاعلة. وفي الختام تم تقديم عروض فنية عكست أهمية اليوم ومعنى الاستشهاد. قال مسؤول الشؤون التنفيذية بالسفارة الإريترية في أثيوبيا والممثل الدائم لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية الأفريقية سيد بنيام برهن، قال إن الاستقلال الذي تحقق باستشهاد غالي يتم تأمينه أيضا باستشهاد غالي، وأن شعب إريتريا تلقى هذه الهدايا الثمينة لشهدائه بوحدته القوية، وإنه يعمل لتنفيذ أمانتهم من خلال الحفاظ على وحدته ومثابرته القويتين. وفي احتفال مماثل نظم في لوساكا الزامبيا، قال رئيس الجالية: شهداؤنا دائما في قلوبنا، ومن مسؤوليتنا جميعا أن ننفذ أمانتهم. وأكد استعدادهم لمساعدة ذويهم وإثراء صندوق أمانة الشهداء. وأفادت المعلومات الواردة عن إحياء 20 من يونيو في الكويت ومختلف المدن النرويجية بفعاليات عكست معنى الاستشهاد. تم إجراء تدريب عملي ونظري لمدة 10 أيام للمتدربين على تربية النحل في منطقة دوغوغولو بمديرية صنعاء. وتضمن التدريب الذي نظمه الاتحاد الوطني للمرأة أنواع النحل وإدارتها وفوائد ومزايا الخلايا التقليدية والحديثة، بالإضافة إلى طرق الوقاية من آفات النحل وتقنيات تربية أسراب النحل. وقالت السيدة أفرح علي رئيسة فرع المرأة في المديرية إن المتدربين يكتسبون المعرفة ويصبحون مستفيدين من الموارد المحيطة بهم، كما تم تزويدهم بالمواد الأولية. وذكر مدير المديرية السيد إدريس علي شكر أن التدريب أخذ في الاعتبار موارد المنطقة ومرافقها المخصصة لتربية النحل، وناشد المتدربين بأن يكونوا قدوة للآخرين من خلال تطبيق التدريب الذي تلقوه على أرض الواقع. وقال المتدربون إنهم أكملوا التدريب باهتمام لأنه كان مفيدا للغاية في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، معبرين عن امتنانهم لإتاحة هذه الفرصة لهم. مشاهدينا، كانت هذه الأنباء المحلية. فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. تعرضت مناطق غرب مدينة رفح في قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف وانفجارات وإطلاق نار بشكل شبه متواصل. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مكتبها في غزة المحاط بمئات المدنيين النازحين تعرض لأضرار بسبب القصف، وحذرت من أن إطلاق النار قرب مكتبها يعرض حياة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني للخطر. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن طواقم الإسعاف والإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين 5 أشخاص وعدد من الجرحى بعد استهداف طيران الاحتلال لشقتين سكنيتين لعائلتين مشتهم وأبو العطا خلف مدرسة دير اللاتين في منطقة غزة القديمة وسط مدينة غزة. كما قتل 25 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال لخيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح، والتي قالت قوات الاحتلال إنها مناطق آمنة ودعت المواطنين للتوجه إليها. وصلت حاملة الطائرات الأمريكية USS ثيودور روزفلت إلى أحد موانئ كوريا الجنوبية في استعراض للقوة ضد التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية، والتي اكتسبت زخما مع تعميق تعاونها العسكري مع روسيا. ودخلت حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية التابعة لمجموعة كارير ستريك جروب 9 القاعدة البحرية في ميناء بحري بمدينة يوسان، وانضمت إليها المدمرتان USS هالسي USS دانيال إنوي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وهذه هي أول حاملة طائرات أمريكية تصل إلى كورا الجنوبية منذ 7 أشهر من زيارة حاملة الطائرات USS كارل فينسون. ويأتي وصول حاملة الطائرات اليوم في ظل توقعات أن تقوم الدول الثلاث بإجراء أول مناورات ثلاثية متعددة المجالات وسط جهود مشتركة لتعزيز التعاون الأمني في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية. كشفت الولايات المتحدة عن عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في شركة الأمن السبراني كاسبرسكي لاب ومقرها الروسي غدات حظر بيع برامجها الشهيرة لمكافحة الفيروسات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أعلنت فيه هذا التصنيف إن العقوبات الواسعة النطاق تستهدف العديد من كبار المسؤولين في كاسبيرسكي لاب، بينهم الرئيس التنفيذي للعمليات مع استثناء الرئيس التنفيذي والشركة نفسها. وتأتي العقوبات غدات إعلان واشنطن حظر برنامج مكافحة الفيروسات الروسي كاسبيرسكي في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين في أماكن أخرى بالعالم من استخدامه. من جانبها تعهدت كاسبيرسكي اتباع كل الخيارات المتاحة قانونا للحفاظ على عملياتها وعلاقاتها الحالية. وندد الكرملين من جانبه بالمنافسة غير العادلة من جانب واشنطن، وانتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف تلك العقوبات قائلا هذا هو الاسلوب المفضل للمنافسة غير العادلة من جانب الولايات المتحدة وهي تستخدمه في كل مرة. مشاهدينا نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. جهود تقوية الكفاءة الأكاديمية في مدينة صنعاء. التبرع بأكثر من 800,000 نفقة لأسر الشهداء في مدينتي فورو ودك أمحري. الإريتريون في كينيا وإثيوبيا وزامبيا والكويت والنرويج يحيون ذكرى الشهداء. قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على رفح خلف عشرات القتلى. حاملة طائرات أمريكية تصل كوريا الجنوبية لاستعراض القوة. عقوبات أمريكية على مسؤولين في شركة كاسبيرسكي الروسية. سادتي سيداتي هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.